السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 775 جنيه للجرام. ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1734 دولار، وهو ما دفع الأسعار في الأسواق الصاغة للارتفاع مجددا. وأسعار الذهب بالسوق المحلي عيار 18 سجل 664 جنيه للجرام، عيار 21 775 جنيه للجرام، عيار 24 885 جنيه للجرام. الجنيه الذهب 6200 جنيه، السعر العالمي 1734 دولار. وجدد مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي أمس الأربعاء تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد، إذ يتوقع صناع السياسات انخفاضه بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ومعدل بطالة 9.3% في نهاية السنة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.